لتعزيز تبادل الخبرات في مجال الشؤون الدينية بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التونسية، وقعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية مع وزارة الشؤون الدينية التونسية مذكرة تفاهم. لابد أن يكون لها دور في التنمية، سواء كان الاقتصادية والاستثمار، وأيضا التنمية الاجتماعية عن طريق وزارة عن صندوق الزكاة، وأيضا برامج الوقفية. لدينا نظام فريد في البرامج الوقفية، تقريبا تتفرد في وزارة الأوقاف الأردنية نظام البرامج الوقفية، يتكلم عن البرنامج العام، برنامج المساجد، برنامج الصحي، برنامج التعليمي، والبرنامج الاجتماعي. ففي قضايا كثيرة، هذه البرامج الوقفية لكل برنامج ومجلس أمناء، وأيضا في مجلس أو لجنة للبرامج الوقفية بكل واحد متخصص بعمله، يعني سواء كان الدعوة، المساجد، الزكاة، وهكذا. الوزارة تعمل بتشاركية مع المجتمع. وخلال الحوار المتبادل بين الوزيرين، أكد الجانب التونسي على أن الأردن له رمزية دينية كبيرة لما يحويه من مقامات وتواريخ شاهدة على الفتوحات الإسلامية الكبيرة. رأينا في الأردن ما راح نفوسنا، حقيقة من خلال المعالم التي زرناها بالأمس، زرنا أهل الكهف، وزرنا مقام النبي يوشع، وزرنا مقام أبي عبيد الجراح رضي أمين الأمة، وزرنا مقام معاذ بن جبل، وزرنا موقع معركة اليرموك. فهذه كل إن دلت على شيء فدلت على البلاد هذه والرمزية متاعها وتأصلها في جانبها الروحاني اللي نحن نعتز به أيضا في تونس. وأعرب الوزير التونسي في نهاية المؤتمر مدى ارتياحه لحسن الترحيب وحفاوة اللقاء، مؤكدا أن الأردن بلدا مضيافا ويحمل رسالة دينية مهمة، وهي الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في فلسطين. أسامة بليبلي، الحقيقة الدولية.